لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أخ محمد على هذه التغطية الإعلامية، وشكرا لقناة المرئية وستافو على مستوى الإعلام ولاية سيدي بن عباس. جمعية فارس النور هذه السنة ارتأت أن يعني تنسق مع الجمعية الولائية لكافة اليتيم حتى تكرم النجباء اليتامى على مستوى الولاية في أطوارها الثلاث، الطور الابتدائي والمتوسط والثانوي. بعد يعني عمل جاد من جمعية كافة اليتيم خلصت يعني او توصلت الى يعني تكريم 5 اوائل على مستوى الولايه في الطور الابتدائي، و5 اوائل على مستوى الولايه كذلك في الطور المتوسط، و5 الاوائل في الطور الثانوي. يعني وسيكون البرنامج يعني حافلا بمناسبه اليوم العالمي للطفولة المصادف 1 جوان 2022. هذا يعني البرنامج سيكون يعني بدايه مع مداخله وجيزه للاستاذ مراد بشاعة، سيتحدث فيها عن يعني دور يعني كفالة اليتيم والإحسان إليه. كذلك هناك عرض مسرحي لجمعية الربح الذهبي، كذلك هو عرض هادف. أيضا هناك يعني وصلات إنشادية للقامة بشير بن عباس، ووصلات موسيقية أخرى لفنانين. وسيتخلل يعني هذا البرنامج الترفيهي جسور للتكريمات، وسنختم إن شاء الله يعني البرنامج ب إكرامية على شرف أطفال اليتامى. رحمة. أشكر جمعية كفالة اليتيم على هذا الاحتفال بمناسبة عيد الطفولة يوم 1 جوان، الأربعاء 1 جوان 2022. بارك الله فيك. مدام سيدتي مديرة الثقافة والفنون، على هذه الكلمة الراقية التي ترتقي إلى رقيه كذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بمناسبة اليوم العالمي للطفولة المصادف ل1 جوان 2022، قامت الجمعية الثقافية فارس النور بالاحتفاء وبمشاركة جمعية كافي اليتيم الوطني ممثلة بمكتبها الولائي، وهذا على شرف الأيتام وعامة الناس على كل حال. وهذه مبادرة حامدة، ونشكر دار مكتبة القباطي على حسن الاستقبال، كذلك نشكر كل أعضاء الجمعية الثقافية فهرس النور، ونشكر أعضاء الجمعية الخيرية كافي اليتيم اللي راهم واقفين قادمين وساق على نجاح هذا اليوم بإذن الله. عندنا متفوقين في الدراسة للسنة الماضية، سوف يكرمون بإذن الله. ونشكر كل المساهمين والمساعدين والمحسنين، ونشكر رجال الأعمال، ونشكر اللجنة الإعلامية لجميع الأطياف نتاعها. شكرا. بارك الله. يتيم الآب، وحنا اليوم نعيشوا في هذه الكلمات. المعدل تاعك شحال؟ 9.14. انت مجتهد في الدراسة؟ مجتهد شوية؟ لا. توفق بين الدراسة والأشياء أخرى؟ دير رياضة ولا دير واش تقافى؟ دير رياضة. دير رياضة؟ اليتامى. الأطفال اليتامى. واه واش تقول لهم أنت؟ واش؟ عيد طفولة سعيد. السلام عليكم.
السلام عليكم. سلام سلام يا مرحبا. مرحبا بك انت. مرحبا بك. شوفي اللي صاروا عندنا صار عندنا الريسي عندنا الجيش عندنا صبايا يقول لك سنة عندنا الطريقة اللي بقى تراديسيونال عندنا طعام ربيع بالكوس عندنا والله يبارك صبايا يقول لك سنة عندنا اللوبي عندنا العدس عندنا الطوش كيف وسعيدة الله يبارك. انتم ما عندكم كوس صبايا يقول لك شو انتم ما عندكم الطعام عندكم اللحم عندكم انا ما عنديش دراهم نور سما تشتغل بالوالد تنصلي نور كشفاك نور فانا عليا عم بوخ تني شويه خبز لا تني شويه خبز في شويه لكم